في عندنا كده نقله في الوكاله. وماله؟ صباح الفل. صباح الفل يا عتريش. اركب. على فين؟ نقله في وكاله السمري. يلا انا دوم اطلع. حاجه تاني تشكر كده الله يسطى. البضاعة دي رايحة فين إن شاء الله؟ إن شاء الله على بيت السمري. وعلقنا؟ هنتحاسب عليه هنا ولا هناك؟ وصلوا أنتوا بس البضاعة وارجعوا بالسلامة، هتلاقوني مجهز لكم الحساب وفوق منه بوسة. خلي البوس لأصحابه، إحنا بتوع الشقة بس. دستور. يا رب يا ساتر. شايف العز عتريس؟ اه، بس اللي يبص لفوق يطلع يا معلم. هو فوق عال يا سيدي. كده نعمه، انت هتقف تتامل. طيب اروح انا اجيب بقيه البضاعه. انا جاي وراك. عجبك بيتي؟ واقفه. استنى واقفه. استنى. نعم. خد. ايه دول؟ حق النقل. الحساب في الدكان. حساب الدكان حاجة وحسابي أنا حاجة تانية. أنا ما باخدش أكتر من حقي. يوه، أمال كنت حمق نفسك في الدكان كده ليه؟ عشان ده كان حق الناس اللي ما بفرطش فيها أبدا. ومستعجل كده ليه؟ رايح أشيل بقية البضاعة. يا دي العيبة، فتوة وتشيل على كتافك؟ أمال الفتوة يعمل إيه؟ الفتوة يقعد مطرح زين قعدته، يؤمر وينهي ورجالته تسمع وتقول امين. ده ما يبقاش فتوة، ده يبقى بلطجي. بالاذن. بالاذن يا ست هاني. بنقول بالاذن. اعمل لك ايه؟ ما مش هنقضي النهار في نقله واحده. حاضر يا معلم. ايه اللي عملته ده؟ مش تفتح ياما؟ غصب عنك يا ست هاني. اصل انا انت ايه؟ انت صحيح عم بطل. الله، برضو المره دي هتسكت لها يا معلم ولا تسد ونرد عليها؟ مفيش داعي يا عتريس، برضو احنا ناس نفهم في الاصول، ولا حبش يتقال علينا بنعتدي على الناس في بيوتها. امرك يا معلم. يلا بينا. استنى انت، روح انت. يكون احسن. واستنى انا ليه؟ ما انا عربجي زي زيهم، ولا اعلن على راس الريشه. انت على راسك تاج الفتوانة. هما اللي لبسوهولي. قصدك مين؟ العربجية؟ الشحاتين؟ الحرفيش؟ أهلي وناسي. لا يا سليمان، أنت ما اتخلقتش عشان تعيش في وسط دول، دي حاجة تانية خالص. أنت لازم تعيش في سرايا. سرايا؟ سرايا كبيرة، الخدامين تحت رجليك، والجواري رهن إشارتك، الكل مستني يسمع كلمتك، والكل عايز مشورتك. انت عايزه مني ايه؟ لسه مش فاهم يا سليمان يا نادي. انا فهمي على قدي، انا عربجي. وانا نفسي ابقى فرسة العربجي. والله يا راجل انا شفت لك رؤيه ليله امبارح، ربنا يجعلها من حدك ومن نصيبك. خير، اللهم اجعله خير.